دورا أساسيا في تحسين الجانب النفسي للمرأة، وذلك من خلال تعزيز ثقتها بنفسها. كذلك يمنح التعليم المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في الحصول على وظيفة تمكنها من تأمين مستلزمات العيش لها ولعائلتها، كما يفتح التعليم الآفاق أمام المرأة لبناء علاقات اجتماعية سواء في مجال العمل اليومي أو مع فئات المجتمع المختلفة، مما يزيد لديها مهارات التواصل والتعرف على الثقافات الأخرى وتقبل الآخرين. ويمنح التعليم المرأة وعياً وفهماً أكبر للعديد من الأمور الحياتية، مما يساعدها على حل المشاكل المختلفة من حيث القدرة على تحديد المشكلة والبحث عن الحل المناسب لها، إضافة إلى ما يشكله التعليم من أساس في القضاء على الجهل وإنشاء أجيال واعية ورفع سوق العمل في مختلف الاختصاصات والتوعية الصحية.